متابعينا الكرام، يسعدنا بهذه المبادرة الطيبة أن نلتقي بالدكتورة أمل إبراهيم العلي، يعطيش ألف ألف عافية. حبيبتي الله يعافيك، وسعيدة بلقائك اليوم، وسعيدة أني أنا تعرفت على شخصية مؤثرة مثلك. شكرا شكرا حبيبتي. أول شيء خبرنا عن المبادرة. المبادرة هو برنامج تدريبي، بس برنامج تدريبي مبتكر غير البرامج التدريبية اللي عرفتوها. البرنامج هو عبارة عن المرأة المؤثرة. طبعا المرأة المؤثرة اسم كبير ومسؤولية كبيرة. احنا نساعد المرأة انها تنظر في نفسها عشان تكتشف مكامن القوة فيها، تغير معتقداتها وافكارها بحيث انها تكون مؤثرة في محيطها. فنساعدها على اكتشاف نفسها مثل ما يقولون. البرنامج ليش أقول أنه مبتكر ومميز؟ لأنه يتناول المرأة من جميع جوانبها. المرأة ترى الأشياء من منظور آخر غير مختلف عن منظور الرجل، فهي تشوف اليوم الأشياء وعندها اهتمامات مختلفة أيضا. فاللي يقدر يسلط الضوء على المرأة واهتماماتها، لازم تكون مرأة ولازم تكون عارفة شو الجوانب الهامة بالنسبة للمرأة. اليوم المرأة في داخلها أشياء تبغى تشع من خلالها، احنا نساعدها على اكتشاف هاي الاشياء. بالاضافه الى ان اليوم نتكلم ان عمليات التجميل في دوله الامارات على سبيل المثال ازدادت بنسبه 30%، مما يعني ان سعاده هذا المجتمع ورفاهيته انعكست عليه. فبالتالي المراه اصبحت تهتم بجمالها، ما بالمراه بس انا مركزه على المراه، ولكن ايضا الرجل. طيب، فهذا ادى الى ازدياد في عمليات التجميل. احنا اليوم نبغى نناقش هذا الموضوع في ضوء البرنامج التدريبي. شو العمليات التجميل؟ شو المناسب لي؟ شو اللي مو مناسب لي؟ شفنا التطرف ايضا في عمليات التجميل، كيف نحن ناخذها بمنظور صحيح كامراه دخلت برنامج ووعي بنفسها ووعي بذاتها، بالاضافه الى الجوانب الاخرى ايضا مثل التغذيه، مثل الاهتمام باللياقه البدنيه، الاهتمام بالتمارين، الاهتمام بالصفاء والنقاء الداخلي. فهي كلها جوانب بيناقشونها مختصين في برنامج تدريبي، عفوا، في برنامج تدريبي يجمع اكثر من 10 مدربين. نعم، نفس ما قلنا في المؤتمر انه راح يكون في ورش عمل. مضبوط، ورش عمل على ايدي متخصصين، كل واحد يتكلم في مجاله. طيب دكتوره، من اين اتت هذه الفكره، فكره المبادره؟ شو الحافز او الدافع اللي خلاك تسوي المبادره؟ شوفي، احنا الحمد لله عايشين في دوله الامارات برؤى مؤسسها المخبر للشيخ زايد بن سلطان ال نهيان، وصار على خطى طبعا صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد وعاونه اخوانه اصحاب السمو. المرأة اليوم أيضا سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة جمعية الاتحاد النسائي، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي حرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي سلطوا الضوء على تمكين المرأة. احنا عايشين في مجتمع يدعم المرأة. المرأة اليوم تقلدت مناصب ما تقلدتها سوياتها في الدول الأخرى، حتى الدول اللي يعني يقولون دول متقدمة. المرأة ترأست البرلمان، المرأة تقلدت مناصب وزارية، المرأة تقلدت مناصب قيادية. فالمرأة اليوم مؤثرة في دولة الإمارات، فمن هنا جتنا الفكرة كيف ندعم الأخريات أنهم يكونون بنفس التأثير، سواء داخل دولة الإمارات أو حتى إلى الخارج. الإمارات دولة تسامح، سعة أنها تمد جذورها للخارج أيضا وتمد عطاياها للخارج. فنحاول أن احنا نخلي المرأة عندنا متمكنة مثل ما قلت لك في البرنامج التدريبي من قدراتها، بحيث انها تنفع نفسها وتنفع الاخرين ان شاء الله. فمن هنا جاءت الفكره. جميل. طيب نرجع للفكره، بس خلينا نبتدي اسئله. هل لا زال هناك من يشكك في قدرات المراه حول التاثير بانها مؤثره فعلا؟ وهل من النساء من تعتقد بانها غير مؤثره لتلتحق بمثل هذه الدورات لتثبت العكس؟ للاسف المراه نفسها تشكك في قدرات نفسها هي بروحها. احنا كاشخاص دائما نشكك في قدراتنا. كلمه لا استطيع، كثيرين تكلموا على كلمة لا أستطيع. ما في شيء ما تقدر تسوي، مستحيل مستحيل نفسه. Exactly. ولكن أو بالضبط يعني لازم نفهم ونغير هاي القناعة. قلت لك إحنا بنغير معتقدات وقناعات. في قناعات عندنا يمكن نولدنا فيها، في أشياء مسموحة وقادرين نسويها، وفي أشياء خارقة. العادات يعني والتقاليد. عشان ما نشمل بعض العادات اللي هي تعتبر عادات غير يعني غير صالحة. نعم. ما أشمل كل العادات والتقاليد، في عادات وتقاليد نبغيها وحريصين عليها ومستمرين فيها. نعم. فالمرأة بنفسها تبدأ تشكك في قدراتها، فهذا هو العائق الأول.
إذا نظرت إلى المرآة ستجد الشخص اللي واقف بينك وبين تحقيق آمالك وطموحاتك. فإحنا نحاول نخلي هذا الشخص يساعدك في تحقيق آمالك وطموحاتك وليس العكس. فهو تغيير التفكير وتغيير نمط التفكير. من المرأة التي هي تحتاج لتكون لتدخل الدورة؟ مضبوط. يعني إحنا ما بيرسين في الورشة هذه أو في البرنامج التدريبي المتكامل هذا نتكلم عن كيف أني أكون مؤثرة، لا، إحنا ياسين نتكلم عن الممكنات الداخلية، أن كيف أكتشف نفسي وأكتشف نقاط التأثير في شخصيتي وفي قوتي أو في نفسي. كلنا مؤثرات، المرأة اليوم مؤثرة في أسرتها، المرأة مؤثرة في عملها، المرأة مؤثرة في مجتمعها، فكلنا مؤثرات، ولكن نبقى نزيد من قدراتنا أو قوة التأثير هاي بحيث تكون قوة تأثير إيجابية. ننتقل للسؤال اللي بعده. ما المقصود بالمرأة المؤثرة في وقت احتلت فيه المرأة مناصب قيادية عليا وأثبتت وجودها كفاعلة في المجتمع، وهذا التجمع والدورة هي بإشراف نساء، صح؟ مضبوط. الدورة أو البرنامج التدريبي المتكامل هذا بإشراف نساء، بمساعدة نساء وبرعاية نساء أيضا ورجال. المرأة بالفعل المرأة تقلدت مناصب، ولكن بعض الأحيان في أشياء تطغى على أشياء. أن الواحد يحط، وكثير منا يقع في هذا يعني الشرك مثل ما يقولون أو هذا النصب، أنه يحس نفسه أنه يعني يعطي أشياء، يعطي العمل على حساب الأسرة، يعطي الأسرة والعمل على حساب نفسه. هاي الدورة أو هالبرنامج التدريبي المتكامل سيخلق التكامل النفسي عند الأشخاص والتوازن النفسي. كيف أني أنا أحدد أولوياتي، كيف أني أنا أضع خطة شخصية، خطة استراتيجية شخصية لعام 2020، بحيث بنهاية عام 2020 مثل ما إحنا في نهاية 2019 الحين ننظر ونقول شو اللي حققناه وشو اللي ما حققناه. إذا ما كانت عندي خطة أصلاً أنا ماشي عشوائي، ما أعرف شو اللي حققته وشو اللي أبغى أحققه، هل أنا حققت أهدافي أو لا. فالواحد بعض الأحيان الناس ينظرون نفسهم يقول لك ما حققت أحلامي في 2019 لأن أصلاً ما سويت لهم خطة تحقيق. فإحنا من خلال هالبرنامج التدريبي بنعطيهم الأدوات اللازمة لوضع خطة 2020، بحيث أشوف مكامن القوة في نفسي وأيضا أحدد مكامن الضعف عشان أتغلب عليها. أحط هدف بنهاية 2020 أنا وين أبقى أكون، عشان في ديسمبر 2020 يوم نسوي هالجمعة مرة ثانية وتين تسأليني إن شاء الله نسأل هذا السؤال، هل حققت اللي قلت بتحققه؟ هل بالفعل إحنا محتاجين مثل هاي البرامج التدريبية ولا لا في طريق تحقيق؟ تشتغلون على الطاقة؟ أنت تؤمنين بالطاقة؟ أنا أؤمن فيها نعم. ولكن هل أنا أشتغل عليها؟ قلت لك أنا أؤمن بصاحب الاختصاص يشتغل في اختصاصه. أنا اختصاصي اكتشاف القدرات الكامنة ووضع الاستراتيجيات سواء المؤسسية أو الشخصية. بس ولكن أؤمن إيمان شديد بأهمية الطاقة. يمكن إحنا في بعض التكنيكس الخاصة بالطاقة والجذب نركز عليها، ولكن أنا عن نفسي ما أشتغل في الطاقة، ولكن بيكون في مدربات في البرنامج يشتغلون بالطاقة إن شاء الله. جميل. تاريخنا العربي والإسلامي حافل بالنماذج النسائية المؤثرة منذ عصور، فهل المرأة تحتاج فعلا إلى دورة بأن تكون مؤثرة، أو الرجل هو الذي يحتاج إلى دورات لفهم مدى ما لدى المرأة من تأثير؟ المرأة تحتاج دورات والرجل يحتاج دورات، كلنا نحتاج دورات. لا، المرأة دورة والرجل من وجهة نظرك تفضيل ان الرجل معلي دكتورة، هل الرجل هو مؤثر كامل؟ لانه ما شفنا ندوات ومؤتمرات ومبادرات للرجال الا النساء، ليش؟ اقول لك يسوون بس ما يدعونا واحنا ما نتابعهم، فما غريبه انا صحفيه ما توصلني دعوه. طيب يدعون الصحفيين الرجال ربما اسولف وياك نسوي حمله، ولكن اكيد مثل ما قلت لك احنا نرى الاشياء من منظور والرجال يرونا من منظور اخر، يعني رؤيتنا للاشياء طريقه التفكير مختلفه. في كتب كثير تناولت هاي القصص. ثينك انت الحين تمدحين المراه ولا لا؟ امدح المراه وامدح الرجل. ممكن الرجل شوي عقلاني اكثر المراه عقلية. طريقة التفكير مختلفة، سبحان الله، وليس الذكر كالأنثى، يعني مخلوقين بشكل مختلف طريقة تفكيرنا نظرتنا للأمور. كتب كثير تناولت الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، من are from Mars women are from Venus. في كتاب ثاني think like a man like act as a woman. فكل الكتب تقول لك انهم طريقة تفكيرهم، ما اقول لك هاي الطريقة افضل ولا هاي افضل، يمكن احنا تحليليين اكثر، يمكن تغلبنا العاطفة اكثر، ولكن هاي طريقة تفكير. هي لما نوجد شيء نحن اكثر شيء من جد نحب مثلا نفضفض، يمكن الريال ما تحسين عندهم هالخاصيه، تين تمسكين الريال وتفضفضي له بيعطيك الحلول عشان يسكتك، لانه هو طريقه تفكيرك يوصل للحل.
احنا نحاول نقارب وجهات النظر. ما في طريقة تفكير أفضل من الأخرى، ولكن في طريقة تفكير أو طرق تفكير مختلفة. جميل. المرأة إذا فهمت نفسها بتقدر تساعد نفسها وتساعد الرجل أنه يفهمها. نعم. هذا أمر مفروغ منه، فإحنا نساعدها أنه هي تفهم نفسها، تكون مؤثرة في محيطها، بتأثر عليه. هو يحتاج دورات، كل إنسان يحتاج دورات، سواء كان رجل، امرأة، طفل، شاب، شابة، كل إنسان يحتاج دورات في أشياء معينة. دائما العلم متجدد، إذا ما تابعنا وإذا ما طورنا من أنفسنا. اليوم نتكلم عن مهارات موجودة اليوم احنا تعلمناها في الماضي. نعم. نعلمها عيالنا؟ لا اكيد. احنا مع يعني اعلان العام القادم عام الاستعداد للخمسين، اكيد نحتاج مهارات مختلفة. المهارات اللي نتكلم عنها مهارات حل المشكلات، مهارات الكودينج، الارتفيشال انتليجنس او الذكاء العاطفي، او الذكاء العاطفي ايضا والذكاء الاصطناعي. هاي المهارات اللي محتاجينها للمستقبل وليست المهارات. ف إذا ما جددنا وإذا ما طورنا وإذا ما شفنا الناس وين يالسة توصل، سواء كان في دورات تدريبية، في برامج تدريبية، أو في نمط تفكير، أكيد بنكون left behind. إن شاء الله توصل الرسالة بإذن الله. ألا تعتبر مثل هذه الدورات انتقاصة من شأن المرأة التي هي جاءت بعد آدم لقيادة دفة الحياة بعضلة الرجل؟ الدورات هذه طبعا أكيد لا تنتقص من قدر أي إنسان، لا رجل ولا امرأة. الرجل يوم يدخل دورات ما تنتقص من قدرها، والمرأة يوم تدخل دورات تزيد من شأنها ولا تنتقص من قدرها. بالعكس، الاسم مؤثر، المرأة المؤثرة اسم قوي. فأنت تنمين قدراتك، تنمين. إحنا نصير الجيم على سبيل المثال أو النادي الرياضي. هل نصير النادي الرياضي ها في انتقاص لشأني إن يقولون دبة ساير النادي الرياضي على سبيل المثال؟ أكيد التفكير لا. التفكير إن ساير النادي الرياضي عشان تحافظ على عضلاتك، تحافظ على بنيتك، تحافظ على طاقتك. فنفس الشيء كونك تحضر دورات، أيا كانت هاي البرامج التدريبية أو الدورات، أنت جالس تحافظ على تطورك ونموك. اسمها المرأة المؤثرة، الدليل المتكامل. هي تضع إيد المرأة اللي بتحضر أو المنتسبة على جوانب مختلفة، إحنا حكناها بشكل تناسب اهتمامات المرأة. مثل ما قلت لك، بيكون من ضمن الحضور مهتمين بالأزياء، مهتمين بالفن التشكيلي، الفن بشكل عام، مهتمين بالصحة، بالرياضة، بتطوير الذات، جميع الاهتمامات. وورش العمل بتتناول جميع هذه القضايا. فقطعا هو ليس انتقاص بقدر ما هو تمكين للمرأة. طيب نتكلم شوية عن الاشتراك. البنات لو حابين يشتركون اوكي ما في مانع، نتكلم عن الاشتراك. أوكي. طبعا التسجيل من خلال الاتصال على رقم التليفون 050-638-9191. نعم. حاليا هي الطريقه الوحيده. نعم. للاشتراك. الموظفه بترد عليهم، بتساعدهم في عمليه الاشتراك. في طبعا خصومات معينه لجهات معينه مثل وفر على سبيل المثال. احنا عندنا وياهم لهم ميزات خاصه. هي يعني احنا مسجلين من ضمن الداتابيس مالهم وقاعدة البيانات، ونوفر لهم بعض الخصومات. راح يكونوا في مجلس سيدات اعمال الشارجه ايضا لهم خصومات. مجلس سيدات اعمال دبي ايضا، ومجلس سيدات اعمال ابو ظبي العضوات. نعم. لهم خصومات خاصه. في طبعا مفاجآت كثير، اذا حابه تعرفين المفاجآت. احنا نتكلم عن جمال، نتكلم عن امراه، والمراه دائما والجمال عاملين مرتبطين. فبيكون في طبعا كوبونات لصالونات تجميل وعيادات. تعالوا يا بنات، وتعالوا يا بنات استانسوا. بيكون في سحوبات فايده وكل شيء مضبوط باذن الله. بيكون في فرصه للسحوبات تربح استشارات ويا مثلا دكتور او يا مثلا اخصائيه او جميل. في بيكون فرصه ايضا للاستشارات يعني الشخصيه للاسئله. الجميع هناك بيكون لدعم الجمال والجمال في المراه ان شاء الله. أول شيء أشكرك شخصياً أخت ميرا على حضورك وعلى اهتمامك وعلى روحك الطيبة وابتسامتك، وأشكر كل اللي بيتابعونا وبيستمعونا من خلال أثيركم المنارة الإماراتية. وأحب من هني أدعو الجميع أنهم يطلعون على برنامج الدورة أو البرنامج التدريبي، ويشوفون الجوانب المختلفة فيه، ويحاولون ينضموا لنا ويكتشفون نقاط القوة الكامنة فيهم ويستخدمونها للتأثير في محيطهم الصغير والكبير والعالمي. دكتورة أمل إبراهيم العلي، شكرا لك ولنا لقاءات أخرى إن شاء الله نراك قريبا. شكرا. الشكر موصول لكم جميعا، وشكرا للجميع. حبيبتي حبيبتي، شكرا.